بكل فخر واعتزاز تحتفل مملكة البحرين باليوم الوطني العظيم للمملكة العربية السعودية من خلال حفل الذي تقيمه سفارة المملكة العربية السعودية في البحرين. هذا اليوم الخالد يخلد مسيرة النهضة والإنجاز التي أضاءت طريق الحضارة والمستقبل. نبعث بأسمى آيات التهاني وأصدق مشاعر المحبة إلى قادة وشعب المملكة العربية السعودية، ونسأل الله أن يديم على وطنكم العز والأمان، وأن يستمر تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم. خلونا نتابع مجريات هذا الحفل. أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين. احنا سعيدين الليلة بنحتفل بذكرى اليوم الوطني 94 لتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وسعيدين باستقبال كبار الشخصيات من مملكة البحرين الشقيقة. العلاقات الثنائية ولله الحمد، المجال يعني لا يتسع للحديث عنها، لكنها من علاقات متطورة ومتجذرة، وكل عام وانتم بخير جميعا، ونشكر الحضور الكريم، والله يديم الأفراح إن شاء الله بين المملكتين الشقيقتين. نحب نهني ونبارك المملكة العربية السعودية. ما شفناه اليوم إن شاء الله هو عرس خليجي للمملكة العربية السعودية، وما نراه من ما شاء الله حشود كبيرة متواجدة في هذا الحفل، ما هو إلا دلالة حبهم للمملكة العربية السعودية وحرصهم على التهنئة في هذا اليوم السعيد. أهني القيادة السعودية والشعب السعودي كافة، طبعا هم أهلنا وناسنا، نتشرف اليوم في الاحتفال معهم في اليوم الوطني السعودي، وكل عام وإحنا بخير. جايين نهني أهلنا أهل السعودية، كل عام وهم بخير وكلنا شعب واحد. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لتلفزيون البحرين على هذه ما قاموا به من جهود، وأقوم بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان والأسرة الحاكمة، وإلى الشعب السعودي كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. إن العلاقات البحرينية السعودية الراسخة والمتجذرة في ظل ما تحظى به من رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين، والتي تترجمها الرؤية المشتركة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهم الله، سيظل نموذجا يحتذى به في التضامن العربي وامتدادا لمصير واحد ومستقبل مشترك. عقد المجلس الأعلى للصحة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انطلاق مؤتمر البحرين للسكري والسمنة في 20 نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. الموضوع هي موضوع توعية الناس إنه والله إنه لازم يكون طريقة الحياة يكون فيها يعني توازن من بين الأكل والحركة والحفاظ على الوزن بشكل طبيعي، فبهالطريقة ممكن الواحد يكون يتجنب الإصابة بالسكر حتى لو كان عنده يعني عامل وراثي يخليه يصيده سكر، ممكن يصيد السكر بدل ما يصيده في عمر 40 أو قبل ممكن يصيده مع 50 مع 60، فهي طبعا بيكون له تأثير بالنسبة لنوع الحياة بالنسبة للعمر، العمر بيد الله، لكن عموما يعني هاي من الأسباب، والأسباب يعني ممكن تجنبها. عندنا 24% من البالغين اللي راجعون العيادات اللي تم إدخالهم من الإناث، فالعدد ليس بقليل، لذلك هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر اللي راح يسلط الضوء على تأثير السكر على صحة المرأة وجودة الحياة فيه. وإحنا من كون أن إحنا المستشفيات الحكومية نقدم خدمات صحية لها علاقة بذات الشأن، المؤتمر لنا مشاركات إن شاء الله راح تكون فاعلة. يأتي تنظيم جمعية السكري البحرينية وشركة Education Plus لمؤتمر البحرين للسكري والسمنة
تزامناً مع برنامج شهر نوفمبر للتوعية حول داء السكري، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من مختلف دول العالم. مؤتمر البحرين للسكري والسمنة من أهم المؤتمرات لتخدم البرامج العلمية والمجتمعية لتسليط الضوء على صحة المرأة والطفل، الصحة النفسية والخدمات المجتمعية، وعلى هامشة معرض طبي هام في بحوث طبية مشاركة وتدشين كتاب هام يهم صحة المرأة. احنا عندنا فئتين من امراض السكر، طبعا النوع الاول والنوع الثاني، او سكر الاطفال حتى النوع الثاني في الاطفال، وسكر البالغين النوع الثاني. نقدم الخدمات كالمضخه للاطفال وكالبالغين، وخصوصا السكر في الحمل. أنا اليوم جدا سعيدة بتواجدي في هذا النوع من المؤتمرات، لأن هذا النوع من المؤتمرات يعزز من الشراكة المجتمعية، وخاصة في التوعية من حيث الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكر اللي اليوم هي عائق كبير وحمل كبير على الحكومة. احنا اليوم نشوف أن الشراكة هذه تعطينا الدافع لعمل المزيد من البحوث والمبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة، وخاصة في الأهداف المستدامة للتقليل من الأمراض المزمنة. سيكون هذا المؤتمر محطة مهمة لتدريب الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، حيث سيشمل جلسات عملية حول السكري وصحة المرأة، كما يضم ورشة عمل لمشرفي المدارس ولأفراد المجتمع ليكون ملتقا علميا راقي يرتقي بالخدمات الصحية والتثقيف الصحي لجميع المهتمين في مملكة البحرين. أجواء من الإلهام والتفاؤل يبرزها الملتقى الشبابي الخليجي الأول للمسؤولية الاجتماعية كمنارة تضيء دروب المستقبل. فهنا افتتح السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية الملتقى الشبابي الخليجي الأول، وبحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، في إطار تعزيز التفاؤل والشراكة بين الشباب. جمع هذا الملتقى مجموعة من القادة والمبدعين من مختلف الدول الخليجية لتكون منصة حيوية لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بينهم. نحرص من خلال حضورنا لهذا اللقاء على تأكيد الشراكة المجتمعية ما بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، حيث أن وزارة التنمية الاجتماعية دائما داعمة لهذا الدور، اللي أكد على دور الشراكة المجتمعية بين وزارة التنمية الاجتماعية طبعا منظمات المجتمع المدني وشركائها من القطاع الخاص. الملتقى يتضمن مجموعة من الفعاليات التي تركزت على أهمية المبادرات المجتمعية وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة بين المشاركين، كما سلط الضوء على دور الشباب كقادة للمستقبل يساهمون في رسم ملامح التنمية المستدامة. طبعاً يسعدنا اليوم أن احنا نكون متواجدين في الملتقى الشبابي الأول الخليجي في مملكة البحرين، وإحنا سعداء أيضاً أن احنا بتكون لنا مشاركة كوزارة تنمية اجتماعية بورقة عمل إن شاء الله بنشارك فيها عن أهمية الشراكة المجتمعية بالنسبة للعمل الأهلي. الفعالية أتاحت الفرصة للابتكار، حيث تم عرض العديد من الأفكار والمشاريع التي تعزز قيم التعاون والإبداع. في ختام الحدث تم التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم الشباب وتمكينهم لتحقيق رؤاهم ليكونوا شعلة من الأمل والتغيير في مجتمعاتهم. اجعل قلبك ينبض هو شعار الخدمات الطبية الملكية لحملتها التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للقلب، لتسليط الضوء على أهمية صحة القلب ودوره الحيوي في حياتنا. تهدف الحملة إلى رفع الوعي حول المخاطر المرتبطة بأمراض القلب، مقدمة معلومات شاملة حول العوامل المؤدية إليها وسبل الوقاية منها. الفعالية اليوم العالمي للقلب، والشعارنا هالمرة عن القلب كتوعية عن أمراض القلب، كالوقاية من أمراض القلب، لأن أمراض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة في كل العالم، وممكن أن واحد يقلل احتمالية المرض بالتوعية وبأخذ الاحتياطات مثل يوقف التدخين، الرياضة،
امتناع عن السمنة من العيال، ممكن تمنع هالأشياء من الأطفال. السمنة في الأطفال إذا تقلل هالأشياء، تهتم بالأكل، الرياضة. القلب يعتبر رمزا للحياة وينبض بالأمل، لذا فإن اتباع نمط حياة صحي يتضمن التغذية المتوازنة والنشاط البدني هو أساس للحفاظ على صحة القلب. فإدراكنا لأهمية القلب يعد خطوة نحو حياة مليئة بالبهجة والطاقة. طبعا نحن دورنا كمسعفين في هذا اليوم أن نوعي الناس بكيفية أداء الانعاش القلب الرئوي بطريقة صحيحة، شيء وايد مهم، شيء راح يفرق وايد في حياة الشخص. طبعا هني عندنا احنا في البوث بشكل عام راح نتكلم عن أمراض القلب وطريقة علاجها والمتابعة، وبتكلم أنا يعني بالأخصية في البوث نفسنا. احنا هني عندنا مانيكنز نعلمهم شلون يسوون عملية الانعاش القلب الرئوي، سواء حق البالغين أو حتى حق الرضع، بالإضافة إلى جهاز الاي دي. جهاز الاي دي طبعا هو جهاز يكون متوفر في الأماكن العامة، سواء من مجمعات أو مدارس أو مؤسسات حكومية. الحملة شملت فعاليات توعوية، حيث تقدم استشارات وفحوصات طبية مجانية ونصائح حول العناية بالقلب. وركزت هذه الفحوصات على ما له ارتباط مباشر بالقلب، كقياس ضغط الدم والكوليسترول وقياس نسبة الدهون ونسبة السكر في الجسم. اجعل قلبك ينبض هي دعوة ملهمة للجميع للاهتمام بصحتهم، لتكون كل نبضة تعبر عن التفاؤل والشغف بالحياة.